السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا جهاز ريلمي سي 25 واي، هنعمل له فورمات عشان عليه نمط. طبعا احنا متفقين نمط او رمز العملية الفورمات واحدة، وكل البيانات اللي عند حضرتك او حضرتك هيتمسح، يعني زي صور، افلام، العاب، برامج، كل الحاجات دي هتتمسح. تمام، اول حاجة هعملها هقفل الجهاز خالص. كده انا قفلت الجهاز، همسك الموبايل، احط ايدي على خفض الصوت والباور، خفض الصوت والباور. تمام اهو، اول حاجة هدوس على خفض الصوت، بعد كده الباور، وهفضل دايس لمدة 30 ثانية. الحركة دي طبعا ممكن ما تحصلش من اول مرة، يعني ممكن تفضل دايس وما يشتغلش معاك، او ما يفتح معاك مثلا وما يخش على الوضع اللي احنا بنخش عليه، فتعمل ايه، تعيد العملية تاني. يعني ما الحاجات دي ممكن تيجي معانا اول مرة ومرة لا، فحضرتك تكرر عملية تاني. اهو دخل معايا على الوضع اللي انا عايزه، ده وضع اسمه وضع الريكفري، زي ما هو كده اهو، شايف حضرتك. هعمل ايه تاني، هدوس على الباور، بعد كده دوسة واحدة على رفع الصوت، هدوس على الباور ودوسة واحدة على رفع الصوت. اهو انا دايس على الباور، بعد كده دوسة واحدة على رفع الصوت، بعد ما دوست دوسة واحدة على رفع الصوت دخل معايا الوضع الريكفري. اسم الجهاز فوق اهو. تمام، هنزل وهطلع بتعلية الصوت وتوطية الصوت والباور، هيبقى الاوكي. تمام، انا هنزل اهو، بنزل لغايه لما انزل على حاجه اسمها ويب داتا فيكتوري ريست، بعد كده هدوس اوكي بالباور، بعد كده هنزل تاني على فيكتوري داتا ريست دي اهي، انا دوست عليها. لو جيت قريت تحت هلاقي فورمات داتا، هو كده بيفرمات لي الداتا كلها، هفضل منتظره لغايه لما يخلص. خلاص هو كده عمل عملية الفورمات. هدوس على ريبوت سيستم ناو، اهوت ريبوت سيستم ناو، هدوس عليه وهفضل منتظر الجهاز لغاية لما يفتح. هو هياخد وقت شوية معايا، فأنا هنتظره. طبعا كده كل البيانات اللي على الجهاز اتمسحت تماما، مفيش اي حاجة عند حضرتك او عند حضرتك، كل البيانات كأنه لسه جاي جديد، يعني حضرتك كأنك لسه شاري جهاز جديد. الطريقة دي طبعا بتتعمل لو حضرتك هتبيع التليفون، لو حضرتك التليفون معاك بيهنج، اي حاجة من الحاجات ديت هتخش تعمل لها فورمات بالطريقة ديت، بإذن الله هيتعمل معاك الفورمات. الجهاز بيطول شوية ما نقلقش. خلاص هو كده الجهاز فتح معايا، هختار اللغة، اختار اللغة العربية مصر،
طبعا كل واحد على حسب لغة بلده. هدوس البدء، تخاطي، تخاطي برضو، عدم الاتصال بالإنترنت، التالي، بطلع فوق كده، قبول، تخاطي برضو، هوافق على كل دول وهدوس التالي، البدء. خلاص كده عملية الفورمات تمت بنجاح. تعالوا كده نشوف إمكانيات الجهاز معانا إيه، ونشوف الجهاز أهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. إعدادات أهو، C25Y، أندرويد 11. تمام، يا رب أكون فدتكم بالمعلومة، وتشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. ولو في أي مشكلة معاكم يا ريت تكتبولي في التعليقات، وإن شاء الله أقدر أحلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.